تستمر جمعية العاديات في اللاذقية بفعالياتها الثقافية لليوم الثاني على التوالي من خلال محاضرات تنوعت بطروحاتها، أهمها القدس من خلال علم الآثار، وطرح آخر تضمن العلاقة التراتبية في العرض التشكيلي لما له من أثر على المشاهد. تلقى هذه المحاضرات اهتماماً بالتفاصيل التي طرحت وأرست مفاهيم قيمة. عن محاضرتي بعنوان القدس أورسلام مدينة السلام على ضوء المعطيات الأثرية وعلى ضوء النتائج التي توصل إليها العلماء الأجانب الذين عملوا في القرن الماضي في هذه المنطقة والذين أكدوا على أن مدينة القدس هي مدينة عمورية كنعانية بامتياز تعود إلى 1000 قبل الميلاد، وأكدت أيضا معطيات كاسدين بأنه لا يوجد أي كسرة فخري أو أي آنية أو أي نقد أو أي كتابة إلا وهي عمورية كنعانية شامية بامتياز. الهدف من المحاضرة بيبين من عنواني للمحاضرة هي العلاقات التراتبية في العرض التشكيلي، طريقة تنسيق الأعمال، طريقة عرض الأعمال، يعني بهالشكل إنه أهميتها. المعرض بشكل عام المشهد الكلي هو لوحة بحد ذاتها، يعني أنا لما بدي أدخل على صالة العرض المشهد الكلي لازم ينعكس علي وحسه لوحة مريحة بحد ذاتها، يعني الغاية من اللوحة هي تقديم تجميل المكان من جهة، هاي وظيفة إحدى الوظائف، وظيفة أخرى هي حالة تعبيرية، حالة حسية، حالة إبداعية، عمل إنساني بيعمل حوار وتواصل بين الناس وفي الشعوب. محاضرة جدا مميزة، أولا بعنوان العام، ثانيا بتفاصيلها، لأنه صديقنا المحاضر كان عم يحكي عن الفن بما هو إبداع وبما هو وسيلة يعني لإنتاج اللذة الجمالية لدى المبدع ولدى المشاهد أو المتلقي. طبعا هو تحدث عن الفن التشكيلي بما فيه الرسم، بما فيه الألوان، بما فيه المنحوتات، وهذا لا ينفصل في حكمه عن بقية الأصناف الأخرى من الفن مثل الشعر، مثل النثر، مثل القصة، مثل الخاطرة، مثل غيرها وغيراتها. العطاء مستمر لجمعية العاديات بنشاطاتها التي تتنوع ما بين الثقافي والأدبي والفني. من مقر جمعية العاديات، قناة أوغاريت، أميرة ظاهر.